السلام عليكم البنات، كي صبحتوا ولا مساء عليكم. كيما كتشوفوا اليوم عندي لكم روتين ديال 8 مارس عيد المرأة. كيفاش داز عند سناء؟ كيما كتشوفوا هاد الجبانيات خديتهم لباس 5 دراهم، كنت خرجت واحد المرة واحدة ماما ولقيتهم عجبوني، درت واحدة فيها الزيتون والزيت وواحدة السكر، هذيك السوبيرة ديال السكر، حطيتهم هكذا في الفران ودرت مكان مخصص للفطور. اياه حتى حدا كاع ام مغربية دارتها، ولكن درت هكذا كويسات. المهم هذه صراحة حتى الزوج ديالي الى نهض هكذا باش عليه الحال بغى يفطر ولا ما بغاش يفيقني يلقى كل حاجة في البلاصة، ما يبقاش عادي يسولني فين المعلقة فين السكر فين اتاي حبوب. راكم كلشي راه كلكم عارفين هذه المرحلة. وصافي وجمعت الكويزينه ديالي وهنا البنات ما صورتش لكم، مشيت للسوق، جيت يعني كباقي المغربيات ماشي شي حداقه، يعني هذاك الشراء اللي كنديروه كيديروه كاع الناس للبيوت الشعبيه المغربيه، احترامات البيوت الشعبيه المغربيه. وكما قلت لكم انا دابا عجنت الخبيز ديالي، درت الخبز ديال البطبوط ديال المقله، وجبت معايا واحد الكيلو ديال الزيتون. هاد البنات شريت هاد الكيلو ديال الزيتون ب20 درهم، زوين المسلاله كيبقى في الدار هكذا كتحتاجيه ضروري، زوين بزاف. درتو في هاد البواطه. وهنا البنات ها هو البطبوط ديالي غادي نغطي عليه خمر، وداك الزيتون نديه للثلاجه. وهنا البقوله جبتها معايا من السوق قرطتها طبيعه الحال، غسلتها وداك الشيء راه كامل عارفينه، ودابا قرطتها درتها في هاد القصريه وغنجمعها في داك البانيو وغنغطي عليها حتى الليل، هذيك كتكون هي عشايه. ورديت واحد الحيمه بالبطاطا والزيتون، بقى ما درتش البطاطا حتى تقرب طاب ليا الحيمه، وانا نرمي عليها هاد البطيطه. البنات راه البقوله كتشحر ليا، ما تديوش على هذا البخ، راه طلعت ليا في الهاتف. دابا كنشحرها من بعد ما سديت عليها وفورتها. دابا بالنسبه للمقادير البنات انا راه عندي ديجا دايرها في القناه، وان شاء الله غنشاركها معكم من وعدكم. هذا الفيديو اللي غيكون من مورا هذا غنشارك معكم، وغادي ندير بقوله طنجاويه. هاد المره درت البقوله سلاويه، المره الجايه ندير لكم بقوله طنجاويه لاني صراحه مشهياها، وسلقت بيضات وهذا الشيء الله يجعل البركه. كما كتشوفوا البنات حتى انا جاني كادو في عيد المراه، اي حتى سناء جاها كادو، جاني لي كولون وجاتني بيجاما، جاب لي الزوج ديالي شحال هادي ما شفت شي كادويات بحال هكذا بالبيجاما والحوايج هذا، فرحت. ايوا الحمد لله الانسان يتفكرك باي حاجه، وهاد البيجاما ني جات فوقتها نيت غنسافر خاصني بيجاما. ايوا الحمد لله. وكنقول لكم لهاد لا فيديو الانسان غير يتفكرك باي باقل حاجه ماشي مشكل، غير الانسان يتفكر. وكنقول لكم السلام عليكم، ما تنساوش هذه غير حقيقه البيوت الشعبيه المغربيه، ما تنساوش لي لايك ودعموا القناه ديالي. السلام عليكم.